تطويع الدين خدمة للسياسة وتسييس الفتاوى بما يتناسب مع مسيرة الأحزاب الحاكمة على إيقاع المصالح الشخصية وخدمة للأجندة الخارجية هي طريقة المؤسسات الدينية في العراق ما بعد الغزو والآلة اللازمة لشرعنة وجود الفاسدين في سدة الحكم باعتبار أن للمؤسسة الدينية وصاية على الشعب ولا يجوز مناقشتها أو معارضتها كما يحلو لمسؤوليها أن يسموها بالمرجعية في كل شيء وكما أن لتلك المؤسسة دور سلبي في إيصال الحالة الشعبية إلى مستوى انحطاط خلقي بسبب تقاعسها عن التصدي للفساد الأخلاقي كان لها دور أيضا في جعل الشباب يعتادون على واقعهم المأساوي فبرأي تلك المرجعيات الفقر والفاقة نعمة من الله والسكوت عن الحق المسلوب قناعة بما هو مقسوم لهم بينما يجلس أصحاب هذه الفتاوى في أبراجهم العاجية عائمين على بحر من الأموال الناس فقراء في الدنيا لا يهم لكن عندما يكون الإنسان فقيرا في الآخرة هذه الخسارة التي ليست بعدها خسارة وفي إطار تبادل المصالح والتخادم تحولت المراجع الدينية إلى مراكز ترويج انتخابي لشخصيات تعتبر عنوانا للفساد في العراق فعلى سبيل المثال إلى الحصر يدعو المرجع بشير النجفي لانتخاب عمار الحكيم رغم ما عليه من شواهد واضحة على الفساد وسرقة الأموال وجنيها بالباطل أنا شخصيا توليت أدلكم على من يصلح للانتخاب إن شاء الله تعالى هناك هذا مرشحين من قبل مكتب هذا لجنة شكلنا فالمجموعة قليلة جدا مجموعة 15 و16 نسمة في كل محافظة نفرين مثل خمرة البرلمان القادم إن شاء الله تعالى فإذا وصلت إيدكم إلى هؤلاء فهم فإذا ما وصل إيدي أحد لهؤلاء فاعلموا أن سيد عمار الحكيم ابني وابن مرجعية ولم يقتصر دور المؤسسات الدينية على ما سبق بل أقحم أفرادها أنفسهم في الجوانب الاقتصادية فاحترفوا التجارة وشراء العقارات وأسسوا الشركات بتسهيلات حكومية ضمن صفقات مشبوهة تعقد مع أتباعهم النافذين في الحكومة فصارت تلك المؤسسات المظلة الجامعة التي ينضوي تحتها العراق الجديد بكل ما فيه من مآسٍ لذلك فإن أول صرخة أطلقها المنتفضون لحقوقهم كانت في وجه المراجع انطلاقا من مبدأ أن الخلاص من الفساد يبدأ باقتلاع جذوره.